بيراميدز بيقدم رمضان صبحي في مؤتمر صحفي يعني ظهر بشكل جيد جدا، ولازم ندي مسؤولي بيراميدز حقهم في كيفية التعامل مع موضوع رمضان صبحي. وزي ما عمرو بسيوني كان بيتكلم ويقول ان هم صبروا، خدوا رغبة اللاعب، بعدوا كل الأطراف اللي كانت داخلة في موضوع رمضان، ثم بعد كده ابتدوا يتفاوضوا مع هدرسفيلد على رواقه وبهدوء، وقدروا يوصلوا للرقم اللي هم شايفينه ان هو مناسب ان هم يدفعوه في رمضان. والكلام في المؤتمر الصحفي طبعا ممدوح عيد بيقول ان رمضان واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في مصر، وهو مستقبل مصر في ال 10 15 سنه اللي جايين، وكابتن المنتخب الاولمبي. عصام، رايك في انتقال رمضان صبحي للبيراميدز، وهل انت كنت تفضل ان هو يسافر يحترف يرجع للاحتراف، ولا كنت بتفضل ان هو يبقى في النادي الاهلي؟ انا من وجهه نظري هو حاجتين، كان اكيد لو هو مش هيبدا في يبقى في النادي الاهلي كان يكمل بره في انجلترا، لان كل اللاعيبه يمكن الفتره الاخيره كل اللاعيبه وسنها صغير زي صلاح، نني، تريزيجيه، حجازي، رمضان هقول مقرب برضو لسنهم برضو، وبترجع من اقوى دوري في العالم. من وجهه نظري انا كنت يعني اتمنى ان رمضان يفضل بره احسن، يكمل مسيرته الاحترافيه، يكمل مسيرته الاحترافيه بره. هو بيقول لك، هو بيقول وهو لو كان يقدر عايز يقعد في النادي الاهلي، انا قبل كده قلت لك لو كان عايز يقعد في النادي الاهلي كان لازم تبقى بالطريقه ان هو كان يرجع النادي ويشتغل، وبعد كده اي نادي محتاجه كان يعرف يقدم العرض بتاعه، كان النادي الاهلي يقدم العرض بتاعه، بيراميدز هيقدم العرض بتاعه. النادي بره في اوروبا مش هيبص، ما فيش عنده عاطفه، بيبص للي مقدم له اعلى. ايوه بس هو جاله رغبه اللاعب عصام ان هو عايز يلعب في بيراميدز. ماشي، انا ما قلتش انا برضو انا بتكلم عليه، لان الموضوع بدا الوقت فيه مشاكل كتير. انت اكيد انت كنت على الساحه وعارف ان رمضان الوقت في مشاكل. انا في الساحه مش على الساحه. لا يعني ان الناس كلها بتتكلم ان رمضان مشى بطريقه مش كويسه، مشي. لا انا كنت اللي انصح رمضان ان هو يبدا يشتغل مع فريقه، وبعد كده اي نادي عايزه ياخده. بس انت في الاول والاخير زي ما قلت لك احنا نتمنى له التوفيق ان هو مع بيراميدز طبعا. وهو رمضان زي ما قلت لك الفتره اللي جايه قدامه مش 10 سنين بس 15 سنه ان هو يقدر يبقى على نفس المستوى، بل يفيد منتخب مصر ويفيد نادي بيراميدز. يعني من رمضان من اللعيبه الموهوب وعنده الروح وعنده الاصرار ان هو عايز يعمل حاجه كويسه. انت شايف ان رمضان عنده نفس قوه شخصيه عبد الله السعيد؟ لان خلي بالك الشغل هيبقى جامد جدا. هي دي يعني عبد الله اتهاجم جامد جدا جامد جدا، وشخصيته كانت قويه ان هو يقابل الكلام ده لغايه ما خلاص كله رضى دلوقتي خلاص ان عبد الله السعيد راجل موجود في بيراميدز وراجل شغال. انت شايف ان رمضان وانت لعبت مع رمضان عنده نفس قوه شخصيه على عبد الله السعيد، ولا هيواجه مشكله من الانتقادات الكبيره اللي هتوجهها له في الفيلم؟ هو هيواجه بس عنده الشخصيه وعنده القوه زي بتاعه عبد الله السعيد. اتوقع ان هو عنده نفس القوه الشخصيه. لا مش عنده مشكله، لان رمضان من اللعيبه ما بيبصش وراه. رمضان بيبقى حط قدامه يعني قدامه هدف ان هو عايز هيبقى في تحدي جديد. بس هو هيقدر يستحمل التحدي ده وهيقدر. شايف انه هيقدر يستحمل. انا من قرب رمضان عارف ان هو عنده حته التحدي ده. حفيفي، هل انت كنت مع فكره ان رمضان صبحي يستنى للاولمبيك جيمز وبعد كده ياخد قرار مهم، قرار مصيري في الكارير بتاعه، ولا انت لو مكانه بكل صراحه جالك فرق الفلوس ده حسيت ان ممكن بان النادي الاهلي كانوا بيحطوك في كورنر ان انت كده كده قاعد وان انت كده كده لازم ترضخ وترضى بالرقم اللي احنا عارضينه عليك، انت لو مكان رمضان تعمل ايه؟ هو كل قرار عقلاني بتكسب قدامه حاجه وتخسر حاجه، مفيش قرار بيكسب دايما الا لو انت لعيب مثلا في نادي صغير جدا بقين جالك الاهلي بفلوس اكتر ونجوميه اكتر فده مكسب كامل. لكن في حاله رمضان انت بتاخد قرار بتكسب حاجه وتخسر حاجه. بعض الناس بتقول وانا بعتبر دي سطحيه شديده، هو ناقصه فلوس. مفيش حد بيتقال له هو ناقصه فلوس، لان كل واحد بيعيش عند مستوى معين بيبقى بالنسبه له عايز اكتر، بالنيدز بتاعته مختلفه. رمضان وده شيء قرار شخصي بالكامل، انا ما اقدرش احط نفسي مكانه، ما اقدرش اعيش مكانه، ما اقدرش اقول انا كرمضان محتاج ايه، ناقصني ايه، بفكر انت ايه. انت عفيفي في موقف رمضان اتعرض عليك فلوس اكتر من بيراميدز ولا فلوس اكتر ب 10 15 مليون في السنه، والنهارده النادي الاهلي بيقول لك ان انا هديك فلوس اقل شويه ولكن هتبقى ليجند في النادي الاهلي وهبني لك امبراطوريه جوه النادي الاهلي كاحد ابنائي، وان انت اخترت النادي عن الماده. مبدئيا انت هتعمل ايه؟ مفيش مجال للليجندري، مفيش مجال للكلام ده خالص.
هو الناس بس احيانا بتعتبر ان اللحظه الحاليه هي اللحظه الاخيره، بمعنى ان احنا زعلانين من رمضان فالناس تفضل زعلانه من رمضان طول عمرها، ده ما بيحصلش، واللي انت راضي عنه النهارده مش هتفضل راضي عنه طول عمرك بالمناسبه. فهي الفكره تتحسب براجماتيك تماما، براجماتيك تماما. انا ده رقم هيفرق معايا في حياتي، انا هروح اخد الرقم اللي هيفرق معايا في حياتي. انا قلت يا عفيف وبعدين انا قبل كده اتكلمت، انا بس هكمل بس النقطه دي في حاجه. انت النهارده ايه اللحظه النهارده بتقول ايه؟ بتقول مثلا ان وليد سليمان جدد وان رمضان مشي، اذا وليد سليمان هيفضل اسطوره ورمضان خاين، هناخد اللفظ الاصعب الابعد يعني. هل ده هو اللي مكمل لبكره؟ لا، بعد سنه بيحصل حاجه، بعد سنتين بيحصل حاجه، بعد ثلاثه بيحصل حاجه ثالثه، بعد اربع سنين رمضان ممكن يرجع الاهلي. ما تستغربش اللي انا بقوله ده على فكره، انا بقول لك ما تستغربش رمضان يرجع الاهلي. صدقني لا رمضان مش هيرجع الاهلي بمعطيات ثانيه في ظروف اخرى. لا 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 بتصرفات ثانيه رمضان ممكن يرجع الاهلي. في حاجات في الاهلي اسمها ايه الحاجات اللي في الاهلي؟ قول لي كده. بص، مع تغيير مجالس الادارات هتفضل في ثوابت معينه موجوده. بص زي ما حصل معايا انا كده، حبيبي وصديقي ابراهيم سعيد وبحبه جدا بموت فيه، هرب من الاهلي في ماتش 3-1 صح؟ ماشي، رجع ولا ما رجعش؟ ماشي ماشي. لا دي حاجه ودي حاجه. رجع. لا, يعني لا, 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 لا 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 احنا بنخنق نفسنا بوجود حاجه لا وهي مش دايما موجوده. بس لا يا عفيف، انا عايز اقول حاجه بس انا اتكلمت قبل كده. لا في حاجات ما ينفعش ترجع النادي الاهلي. انا كحاضر بتكلم، لو هتكلم على موضوع رمضان، احنا اتكلمنا على رمضان ان هو خرج احترف في اقوى دوري في العالم، وكان النادي الاهلي في الفتره اللي هو لما قدم له الماده قليله، انا اتكلمت معاه وقلت ان هو كان يضحي ان هو لو لعب حتى للنادي الاهلي 3 سنين هيبقى عنده 26 سنه، يعني في ايده ان هو يبقى موجود في اقوى دوري في العالم، في ايده ان هو يعمل ماده يعوضها غير احمد فتحي، ان ده اخر عقد كان لاحمد فتحي ان هو يتكلم فيه. انا كحضري لا، لما يبقى في النادي الاهلي لا، انا بقولك لا، هي كان هيبقى حاجه تانية. ليه؟ لانه هو يلعب 3 سنين وهو هيبقى عنده 26 سنه عكس لاعب تاني. انا كحضري انت شايف ان رمضان ممكن يرجع الاهلي تاني؟ انا لا، نفس الموقف بتاعي في لعيبه كده نفس انا بقولها لك نفس الموقف بتاعي. شايف ان شريف اكرامي يقدر ان هو يرجع النادي الاهلي ولا شريف الجانب الاداري؟ لا اقول لك حاجه، عايز اخد الاجابه دي. طب خلاص خد. شايف عشان ده تصريح شايف ان شريف اكرامي هيكون ليه مكان في النادي الاهلي تاني على مستوى الاداري؟ هو شريف ممكن عشان يرتبط بموضوع رمضان. ايوه، ما انا بقول لك انت شايف ان هو في فرق بين الاثنين. رمضان انت بتقول رمضان. رمضان ملوش رجعه صح؟ شريف ليه رجعه؟ شريف ما هو قلت لك اصل هو مرتبط برمضان في حته يعني ملوش رجعه. ما هوش ممكن ما يكونش ليه رجعه. ممكن ما يكونش ليه رجعه. بس هو عايز ياخد منك تصريحه. لا انا بقول الحضري نقطتين. شريف لن يعود. اصل هقول انا جاي اشتغل. لو شريف لو شريف يرجع يبقى رمضان هيرجع والحضري، بس النادي الاهلي عنده في حاجات معينه. انت شايف ان صعب ان شريف يرجع على من الناحيه الاداريه؟ يعني انا كنت اتوقع ان وانا بقول كده بقول شريف بعد ما هيبطل كوره مش هيشتغل مدرب حراس مرمى، هيخش حته في الحته مجلس الاداريه الإدارة. لا مش هيخش، مش هيرجع. طيب ممكن ارى ممكن بس شفت خدتها منه ممكن زي. طبعا لا ما انا بقول لك الحقيقه. ممكن بس اشاور على الفيل في الغرفه. في حاجه اسمها الفانت ان ذا روم يا جماعه، لجنه التخطيط في الاهلي فيها ناس لعبت للزمالك. طب ما احنا عارفين في ناس مدربين ناشئين في الاهلي بيدربوا ويشتغلوا في جوه الاهلي ولعبوا للزمالك. يا جماعه احنا بنحس في سخونة اللحظة ان اللحظة دي ليس قبلها ولا بعدها. يعني السخونة بتاعت انا قبلها 12 بعد سنة. لا اشمعنى عصام يعني؟ يعني الناس كلها عمال تقول لي ابراهيم سعيد رجع واشمعنى هو ابراهيم سعيد؟ طيب بعدين اقول لك على حاجة. بعد اربع او عبد الله سعيد ينفع؟ ممكن اسالك سؤال عبد الله سعيد ينفع؟ بعد اربع خمس سنين تضمن مين تكون ادارة الاهلي؟ ما انا اتغير عليا خمس مجالس اداره. لا كانوا ايوه اشمعنى هو؟ انا اتغير عليا لا كان نفس الاداره. لا انا اتغير عليهم. بص في حاجه نفس الاداره نفس الاداره ممكن حاجات تحصل. كلامك مظبوط بس في حاجات النادي الاهلي لا. انا بقولها يعني هو عارف الاهلي اكتر. انا بقولها لك في حاجات كتجربه شخصيه. ودي حاجه اقولها لك كابتن الاهلي للنادي الاهلي برضو ان هم في ممكن ناس تقول لك ليه تحسب لهم ان هم في حاجات معينه. لا ممكن بس اوضح وجهه نظري في النقطه دي. مش معنى انت طبعا. لا عارف انا بس عايز اقول حاجه. مش اكيد رمضان هيرجع ومش اكيد رمضان مش هيرجع. انا معنى كلامي ان مش حتما هنروح في حته. انا قصدي ان اللحظه اللي احنا فيها دي بمعطياتها. طب انت متوقع احمد فتحي يرجع؟ اكمل بس النقطه دي. طب استنى بس احمد فتحي يرجع؟ لو كان قدامه شويه وقت كان ممكن يرجع. لا احمد فتحي مش من ولاد الاهلي. استنى بس ينفع يرجع؟ ينفع يرجع رمضان وشريف من ولاد الاهلي. احمد فتحي مش من ولاد الاهلي. طب انا من النادي الاهلي. لا انا لعبت 4 سنين بس في دمياط وفي النادي الاهلي لعبت 14 سنه. انا ابني مين؟ انت ابن الاهلي بالتاريخ طبعا. ماشي طبعا. انما شريف من هو عنده 10 سنين ورمضان من هو عنده ماشي. بس انا عندي بقول لك في حاجات كده مش هيرجع. طيب تعالوا نروح لتقرير نشوف ارقام رمضان صبحي ونرجع.